كولومبيا. هي دولة كولومبيا اللي دائما بنسمع عنها بس ما بنعرفها لأنها تغيرت، تغيرت كثير. It is in the Andes that Colombia's major cities are located. Bogota, Cali, and Medellin. هاي هي مدينة مدين في كولومبيا. مدين الوالي راح تحسها هونغ كونغ من العمارات المرتفعة فيها، حواليها هيك جبال مرتفعة، نفس المنظر أنا شفته هاد في هونغ كونغ. قاعد واحدة من أخطر المدن في العالم. Medellin in 1995, the 1990s was considered the most dangerous city. And which was the most violent place of Medellin? It was this neighborhood. And now it has become the most touristic one and the most visited one. كانت معقل تلك العصابات وعلى اطرافها ما زالت بتشوف العشوائيات اللي بتعتبر بؤر لتفريغ الجريمة والمجرمين، ولكن تغيرت بسبب سكانها. تخيلوا هالمنطقة كيف تحولت، طلعوا العالم وطلعوا الحياة، طلعوا السياح، طلعوا الارت هون، الرسومات. هالمنطقة صارت حيوية ومليانة بالفن والرسومات، كل اشي تغير بهالمدينة وفي هالمنطقة. هاي هي تعتبر ثاني اكبر مدن كولومبيا بعد بوغوتا العاصمة. ارتبط اسمها بكارتلات المخدرات والعصابات، وعلى رأسها مؤسس كارتال ميديين بابلو اسكوبار اللي طافت شهرته الآفاق وصنعت عنه عشرات الأفلام. كانت مرتعا لتلك العصابات على مدى سنوات السبعينات والثمانينات قبل ما تتمكن الدولة بواسطة الجيش والشرطة ومساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية من القضاء على اسكوبار وقتله عام 1993، واستغرق تعافي المدينة من آثار تلك الحقبة عشرات السنين. واليوم وصلنا على هذا المكان في مدين وين قبر هذا الرجل اللي دوخ الدولة الكولومبية على مدى عقود وطاح بهيبتها واغتال كثير من رموزها وقادتها، عدا الآلاف من الأبرياء اللي سقطوا ضحايا عمليات الدموية ومنظمته. هذا قبر بابلو اسكوبار، هون توفى 1993، قتلوه وهون قبره هو وبعض من عائلته، من السواق، الخدام اللي كانت تشتغل معه، منظفة البيت اللي معهم، كلهم حطوهم مع بعض. بابلو اسكوبار قبره هون في مدينة مدينة. Me encuentro en este momento en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, una comuna que está conformada por 23 barrios. What is a comuna? A comuna is a group of neighborhoods. Medellín has 16 comunas. This is one of them, comuna number 13, where they built up electrical escalators, the very first public and social escalators of Colombia. يا سلم كهربائي، عشان هيك اخذت جائزة اكثر مدينة مبتكرة، قال بتنافس نيويورك هاي المدينة 2013. But they had to tear down all of these houses and they had to bring the escalators from Japan and the roofs from China. طلعوا كم سلم كهربائي طلعنا؟ ستة هسه نزلين، هاي كمان سلم. نزول وطلوع، واحدة من اخطر المدن في العالم كانت. The urban art district of Medellin, okay? So let's go. الحلو في الموضوع هذا انه هون الكوميونتي نفسها هي اللي بنت نفسها بنفسها، هي اللي قررت انها تبني وتعمل من جديد وتصنع فارق كبير. In 1993 after the death of Pablo Escobar, everyone believed in Medellin that the city was about to improve and get better. But it became the opposite. Medellin became the most dangerous city in the world. Up to 2006, Medellin wanted to change all that image. But it was not until we discovered that we had to change our image ourselves. We had to change the way we look at Medellin. وطلعنا من مدين بس ساعة ونص بالسيارة لمنطقة عجيبة أول مرة أشوفها بصراحة، اسمها غواتابي. لوهلة راح تحس حالك بالنرويج، من قرى وبحيرات وجبال على مدى نظرك ما بتنتهي، وبالمنتصف هيك بتلاقي الصخرة من عجائب صنع ربنا. قبل ملايين السنين تشكلت هاي الصخرة.
هيك بنص المحيرات فيها القرية اللي احنا فيها هسه. Where are we gonna sleep tonight? We're gonna sleep tonight in one of the best glampings in the middle of the lake. شوف وين تقدر تنام، شوف المكان بين البحيراتك، تقدر تختار لك كثير من الفنادق اللي بتجي على شكل قوقعة زجاجية، عرفتوها؟ بسموها جلامبينج. مكان هيك وسط البحيرات. هاي كل البحيرات اصطناعية انعملت لتوليد الطاقة عن طريق بناء سد بالسبعينات، خلى المنطقة هاي فيها عدد من البحيرات ما بنتهي، صارت أكبر مولد للطاقة الكهرومائية. هذا المشروع عمل تنمية اجتماعية اقتصادية سياسية، غير المنطقة كاملة. هذا الجانب الآخر من كولومبيا، جانب المخفي. غواتابي تسمت هاي على اسم السكان الأصليين بالقرن الستاش. With broad mountain ranges and upland river valleys, fertile highlands and deep jungles. خلصنا من غواتابي وتسلقنا جبل عشان فرجيكم فندق معلق زي اللي في البيرو. تخيل عشان تنام هون لازم تعبر من هاي. بتاعت البيرو تخوف أكثر صراحة. Yeah, and this house is house in the air. House in the air. House in the air. Yeah, I work here for 4 years, and you like it here? Yeah, I like so much because I'm a climber. I like to stay close to the rock. كلهم قرروا يتغيروا، قرروا يصيروا أفضل، قرار واحد المجتمع. تقدروا تستوعبوا أنا وين؟ أنتوا شفتوا كيف؟ إجا وصلك للنص هيك، بعدين بفكلك هاي بقول لك يلا نام. كانت نام فيها تتحرك. هذا هو الفندق المعلق، شايفين؟ Do you have signal? Yeah, I have signal here. I am calling my mom. Who live in the Republic of Colombia, our first neighbor to the south of the Panama Canal. عجيبة كولومبيا، كنا في الشمال، صرنا نازلين على الجنوب، دولة عجيبة فيها كل شيء، بس للأسف فيها كمان فساد كبير. هاي المدينة اللي رح تاخذنا للأمازون. هذا الأمازون متفرع على 7 دول، هاي الغابات هي الأكبر في العالم. أمازون أوف كولومبيا، من الجبال هسه نازلين على الغابات. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وسط الغابات رح ندخل هسه، احنا على حدود فنزويلا هون. After 2 hours. 2 hours. بنص الغابة يا إخوان في هيك 3 جبال راح تشوفوها عجيبة. If you follow the Orinoco River, you find Brazil, Venezuela, and Colombia borders. And this is the Mabecure Mountain here in Guainia. It is very popular in Colombia to drink lemonade everywhere, even in the jungle. غابات الأمازون منتشرة كثير في أمريكا اللاتينية، وهون قبائل أصليين بس متفرعين. هون في قبائل أصليين تبعون البرازيل، في قبائل تبعون كولومبيا، في قبائل البيرو. تراديشنال طبعا. هون مش نهر الأمازون، هاي أفرع نهر الأمازون، هاي الغابة الأمازون. فرجيتكم أنا الخريطة هاي كيف أفرع نهر الأمازون، هي اللي بتعمل الأمازون إشي عظيم وإشي ضخم والأكبر بالعالم. حاليا احنا لسه ما بلشنا، انتوا لسه ما شفتوا اشي. في نهر ملون كامل رايحين عليه بكره، رح نطلع بطياره ثانيه. Vamos. Let's go. Vamos. Viva Colombia. La puerta asegurarla, porfa. Arriba. اهلا وسهلا فيكم في اقصى جنوب كولومبيا. والرايت هذا يا اخوان اجمل نهر في العالم. هذا هو النهر الاجمل بالعالم، اكتشفوه 1969 وسموه The River of Five Colors. والسبب ماكارينيا كلافيهيرا، هاي النبتة العجيبة ماكارينيا كلافيهيرا، هاي فقط موجودة في كولومبيا. طلعوا هاي الوردة، طلعوا كيف لونها زهري،
هاي النبتة مش موجودة بأي مكان بالعالم على مدى 100 كيلو هاي فقط في كولومبيا وصعب تنزرع بأي مكان بالعالم عشان هيك هذا النهر ما بتلاقيه إلا هون Okay, the colors come from the flowers This is the most beautiful river in the world كانو كريستال هيك اسمه هذا النهر عجيب فقط 6 أشهر هاي النبتة العجيبة بتكون موجودة بتلاقي نباتات وطيور هون مش موجودة في أي مكان بالعالم سي سبحان ربنا البديع المصور الخالق يا إلهي بالأخير طلعنا على مدينة كارتاهينا في أقصى شمال كولومبيا ولها قصة عجيبة هالمدينة أوكي إخوان إحنا في مدينة كارتاهينا على الكاريبي هون في أقصى شمال كولومبيا في ناس بيحكوا إنها أجمل مدينة في كولومبيا بس إيش السر؟ كارتاهينا كانت هاي زي السوق للعبيد زمان قبل 400 سنة كانوا يحطوا كل العبيد هون الأفريقيين يجيبوهم لهون ويجوا من دول الكاريبي يجوا يشتروا من هون تخيلوا Because Cartagena was considered one of the best African trade in the Caribbean. Yeah, we are talking about 17th, 18th century. In the result of this situation, we call this Afro-Colombian people. لأنه هاي المدينة أول مستعمرة إسبانية هون كانت دخلوا عليها كانت أكثر مدينة مهمة في المنطقة كانوا هون الإسبان يأخذوا الذهب ويرسلوا لأوروبا بعدين هجموا عليهم البريطانيين بعديها ب200 سنة فبنوا هاي القلعة وحوطوا المدينة كاملة هون كل الجزر الكاريبية We move our body very well because the music is in our blood People who live in Bogota, Medellin, Cali, a little bit different. Maybe they are learning how to dance very well in this situation. But here, the spirit of the African people is in our blood. Most of the Africans that came to Cartagena from Senegal, Ghana, Cape Verde, even Ethiopia. Because a lot of combination, most of the people is this color, really dark. جنب مدينة كارتاهينا رحنا على جزيرة رحنا على أكثر جزيرة مزدحمة في العالم شايفين هاي الجزيرة على بعد ساعتين بس من مدينة كارتاهينا هاي الجزيرة العجيبة ساكنين فيها 1200 شخص It is the most densely populated island on earth. صغيرة جدا فوق بعض ساكنين كيف عايشين وبدون شرطة على الساحل الكاريبي في شمال كولومبيا في جزيرة عجيبة مصنف انها اكثر جزيرة مزدحمة بالعالم صغيرة كثير وفيها 1200 شخص كلهم بيعرفوا بعض تحسها عائلة واحدة اول ما دخلنا لقينا مرشدة سياحية للجزيرة في قناة كبيرة عملت عن هاي الجزيرة خلت كثير سياح ييجوا يزوروا هاي الجزيرة مع انها بعيدة ساعتين من المنطقة وهي الجزيرة ما فيها شرطة أبداً أهل الجزيرة بيحلوا مشاكلهم لحالهم بدون قانون فيش قانون بيحكمها هم بيحكموا حالهم مسموح للأجانب فقط أسبوع واحد يقدر يناوم بالجزيرة بس أنت محاط بالمحيط البحر الكاريبي في فندق واحد هون في واي فاي هون في 4G وفي سولار بانل There are more than 200 solar panels in the island. ما فيها ولا مطعم هالجزيرة وبيعملوا الأكل كله بالبيت. And then we have no restaurants in the island. Delicious, amigo. فيها محل واحد في كل إشي بالمدينة. This is one of the shops here. Buy some clothes and small things. All the things that they need here. فيها قهوة واحدة. Okay, this is the coffee. No, this is not the Starbucks. This is only a small house with and they offer a coffee to the tourists. مطعم واحد صاحبيته ماتت فما في مطاعم كلهم بيطبخوا بالبيت. كافيه واحد شفتوا الكافيه كيف؟ This is one of the typical foods here in the island. It is an arepa de huevo. Caracol, langosta, cangrejo y pescado, la viagra costeña. This is the oldest woman in the island. She has 89 years old. ومدرسة واحدة فيها. And this is the only school here. This is small. ما
مش عارف كيف بيناموا الليل والصبح على المحيط، بعدين بيصحوا على المحيط. شعور بجنن. مزدحمة كثير الجزيرة هاي، طلع عدد الناس الهائل لدرجة هاي عن جد صنفت كأكثر جزيرة مزدحمة بالعالم. سيبستيان كيف حالك؟ Oh, thank you so much, Joe. I was not expecting this. Viva Colombia. Viva Colombia. هذا كان الوجه الآخر لكولومبيا. شايفين كل الأصوات هاي اللي استخدمناها؟ ممكن تلاقوها في إبدمك ساوند. إلنا سنتين نشتغل معهم ودائما بيدعمونا برحلاتنا. مؤثرات، صوت الغابات، البحيرات، الهواء، كلها بتلاقيها عندهم. مكتبة ضخمة من الموسيقى والمؤثرات. لا تنسوا الخاصيات تاعت Find Similar والستيمز اللي بتقدر تستخدم كل الآلات الموسيقية. ادخل على صندوق الوصف كمان عشان تدعمونا. خذوا 30 يوم مجانا، اضغطوا على اللينك تحت، احكوا لنا وين الدولة اللي لازم نروح عليها لقدام.